حيث أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي باراك أوباما وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد ناقشا الحاجة إلى التعجيل بتقديم عتاد عسكري ضروري للإمارات. الجانبان بحثا ترتيبات التحضير لقمة كامب ديفيد وقضايا المنطقة وخصوصا الوضع في اليمن والحرب على داعش والأزمتين السورية والليبية إلى جانب العلاقات الثنائية. نادي البلبيسي والتفاصيل. الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي هو أول قائد خليجي يلتقي الرئيس أوباما للتحضير لقمة وصفها البيت الأبيض بالتاريخية في منتجع كامب ديفيد الشهر المقبل. فالإدارة تسعى لتطمين دول الخليج أن الاتفاق النووي مع إيران إذا تم نهاية يونيو لن يهدد مصالحها. مصادر رسمية أكدت أن الإدارة ستقدم ضمانات وأسلحة متقدمة لحماية أمن الخليج وأنها تدرك تماما قلقهم بالنسبة للنشاطات الإيرانية في المنطقة. نريد أن يعني نناقش مع قادة الخليج عن يعني كيف نواجه مع بعض يعني النشاطات الإيرانية الذي يعني زعزعت الاستقرار في الشرق الأوسط، فهذا يعني نقطة مهمة في القمة القادمة. وستتمحور المناقشات حول الوضع في اليمن وإيجاد حل سلمي للأزمة إلى جانب مشاركة دولة الإمارات ضمن قوات التحالف ضد تنظيم داعش في العراق وبحث الأزمة السورية والوضع المتدهور في ليبيا. غرضنا في المباحثات الحالية الـ P5+1 هي منع إيران من الحصول على سلاح نووي، ونعتقد أن هذا يعني سوف يعزز الاستقرار في المنطقة. وسيتم أيضا بحث العلاقات الثنائية ضمن مأدبة غذاء في اجتماع مغلق سيضم كلا من الرئيس أوباما ونائبه ووزير الخارجية جون كيري إلى جانب المسؤولين الإماراتيين. وتأتي الزيارة في وقت تتعرض الإدارة لانتقادات قوية بأنها تسعى لتوقيع اتفاق مع إيران على حساب دول الخليج، رغم أنها تؤكد أنها تطلعهم وتتشاور معهم في كل خطوة تخطوها في المفاوضات. ترتيبات قمة كامب ديفيد ونجاحها يعتمد بالدرجة الأولى على قدرة الإدارة بإقناع قادة دول مجلس التعاون الخليجي بأنها حريصة على دور حلفائها وتثمن هذا الدور، وهي أيضا مستعدة للدفاع عن أمنهم حال تعرضهم لأي تهديد إيراني. نادية البلبيسي العربية من البيت الأبيض واشنطن.